في مشاركة ستكون قياسية، 61 دولة ستحضر صالون الجزائر الدولي للكتاب ما بين 25 أكتوبر والرابع نوفمبر المقبل، وفق ما كشف عنه محافظ سيلة 2023 في ندوة صحفية. عدد العارضين المشاركين في هذه الطبعة هو 1283 عارضا يمثلون 61 دولة من ربوع المعمورة، من بينها 18 بلدا إفريقيا. هناك 267 عارضا جزائريا، 361 عارضا عربيا، و 625 عارضا أجنبيا. برمجت 40 نشاطا ثقافيا وأدبيا يتوزع على ندوات ومنصات حول الأدب والثقافة وثقافات والتاريخ والتراث وعالم الطفل والناشئة والفنون الإفريقية، وبحضور شخصيات وازنة من الجزائر والعالم العربي وأوروبا وأمريكا وآسيا. الطبعة 26 لن تعرف حضور بلد كضيف شرف، بل ستكون قارة إفريقيا كلها ضيف هذا الموعد الثقافي الأدبي، لأنها ستكتب وتوثق لمستقبلها. هذه الطبعة 26 ستقام على شرف إفريقيا القارة، البلدان المشترك التاريخي الثقافي والاقتصادي والتطلعات. القارة التي تعبر عن الانتماء والامتداد الجغرافي والثقافي والاقتصادي للجزائر، وتعود مناسبة صالون الجزائر الدولي للكتاب فرصة لتسليط الضوء على هذه المكتسبات التاريخية المشتركة والتعريف بها وتثمينها ثقافيا واقتصاديا. الطبعة هذه ستعرف العديد من النشاطات الثقافية بحضور شخصيات إفريقية ودولية، من الروائيين والشعراء والشغوفين بالقلم والكتابة، الذين لن يفوتوا بالتأكيد هذا الموعد الثقافي المميز.